مع التغيرات اللي قاعدين نشوفها في الطقس، خصوصا أنه تشهد أجواء المملكة هالأيام تغيرات في حالة الطقس بشكل عام، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد بمشيئة الله هطول أمطار على مناطق متفرقة من المملكة، وتستمر هالحالة المطرية إلى يوم السبت القادم بحول الله، ويمكن تستمر بإذن الله. والمزيد يسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف المحلل بالمركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل العقيل. أهلا وسهلا فيك أستاذ عقيل، حياك الله. حياك الله. اهلا وسهلا استاذ نوح، استاذ عبد العزيز، مساء الخير. مساك نور. استاذ عقيل، يعني قاعدين نشوف تغيرات في الطقس، وودنا ناخذ جوله عامه عن التغير في الطقس بشكل عام على السعوديه. طبعا احنا في فتره حاليه تقريبا خلاص احنا بننتهي من فصل الصيف ارصاديا، وسندخل في الخريف ارصاديا كذلك الحال، فلكن ان شاء الله يوم 22 سبتمبر سيكون دخول فصل الخريف، لكن هذه الفترة تعتبر من الفترات الانتقالية التي تكثر بها التقلبات الجوية. سنلاحظ خلال هذه الفترة نشاط السحب الركامية الرعدية بشكل كثيف على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة استمرارا لما كانت عليه خلال الأيام السابقة. طبعا احنا قاعدين نشوف الفيديوهات اللي تجينا من منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة، أمس حقيقة كانت أمطار غزيرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول السلسلة الجبلية في الطائف وفي الباحة وفي بعض أجزاء منطقة جازان. المتوقع إن شاء الله تستمر هذه الحالة الجوية حتى نهاية هذا الأسبوع، وتبقى إن شاء الله الأجواء مبشرة بالخير، لكن نحذر ونكرر تحذيرنا من الابتعاد من مجاري الأودية والسيول. وحينما تتكون السحب الركامية الرعدية خطرها فقط ليس فقط خطورة الأمطار الغزيرة، إنما الرياح الهابطة كذلك الحال لا تقل خطورة عن كمية هطول الأمطار. طيب احنا يعني قرأنا أنه في منطقة القصيم التحذير متوسط باللون الأصفر، هل لا. هناك يعني أمطار اليوم مثلا على المنطقة؟ يعني في أمطار في بشكل محدود وبشكل سريع أمطار، هناك سحب تسمى سحب الحمل الحراري، فأحيانا تتكون بشكل سريع وبسيط في منطقة محدودة وخفيفة ويكون أمطارها خفيفة إلى متوسطة أحيانا. مش زي المدينة يعني؟ نعم، مش زي المدينة. لا مو زي المدينة، المدينة تختلف وضعها، لكن مثل منطقة القصيم ومنطقة حائل أحيانا تكون بها سحب الصيفية، هذه السحب لكن يكون معها أيضا الرياح الهابطة اللي بعض الأحيان تؤدي لتكون عواصف رملية صغيرة النطاق أسفل هذه السحب الركامية الرعدية. جميل. أستاذ عقيل، يعني الناس قبل كم يوم استبشرت بنجم سهيل، وكان سبب يمكن في انخفاض درجات الحرارة التدريجي يمكن اللي حس فيها البعض، لكن فلكيا متى ينتهي فصل الصيف بالضبط؟ 22 إن شاء الله من شهر 9 ينتهي إن شاء الله يكون الانقلاب الخريفي، وتبدأ إن شاء الله طبعا الفترة هذه حتى يبدأ يطول الليل ويقل النهار تدريجيا حتى إن شاء الله دخولنا إلى فصل الشتاء. هذه الفترة ونهاية شهر 9 ميلادي احنا نبدأ نشوف كثرة التقلبات الجوية، لأن تبدأ تتغير تدريجيا عندنا الأنماط الجوية، تبدأ تنشط منخفضات البحر المتوسط، تبدأ إن شاء الله عندنا يقل ويتزحزح منخفض الهند الموسمي، وكذلك الحال الخط الفاصل المداري يعود إلى وضعه الطبيعي، وتبدأ إن شاء الله درجات الحرارة بالتأقلم التدريجي ابتداء من أكتوبر تبدأ درجات الحرارة تكون لطيفة خاصة على مناطق شمال المملكة ودرجات الحرارة الصغرى على المنطقة الوسطى، مع الأخذ بالاعتبار أن شهر 9 ميلادي على السواحل الغربية والشرقية يعتبر مرهق شوي. ليش؟ لأن في هذه الأشهر ارتفاع في نسب الرطوبة، وحينما ترتفع نسبة الرطوبة يكون الإحساس أعلى بدرجات الحرارة من المسجلة فعليا، تكون الجو يعني مكتوم شوي. أنت ما تشوف اللعيبة أمس في مباراة الاتحاد يعتبر هو أعلى كميات ارتفاع نسبة الرطوبة على السواحل. أمس أشوف لعيبة الاتحاد في مباراة اللي كانت في جدة كانت الرطوبة عالية جدا جدا جدا. صحيح. فأعتقد أن الأيام المقبلة في المناطق الغربية والسواحلية على ما تفضلت وذكرت بأنها راح تكون أشد رطوبة. كلها شهر إن شاء الله وتبقى الأمور إن شاء الله طيبة بحول الله. شكرا للمحلل المركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل العقيل.